اهلا وسهلا بيكم مزايا. النهارده الحلقه اللي انا كنت وعدتكم بيها في الحلقتين اللي فاتوا بتاعه الجالاكسي وبتاعه الاونر باند 6، ان انا هعمل لكم ما بينهم مقارنه هما الاثنين عشان لو حد محتار يشتري دي او يشتري دي. قبل ما نبدا الحلقه اشتراك قناه زي ما احنا متعودين، مش مشترك انزل اشترك على طول، فعل زر الجرس عشان تشوف كل جديد، اعملي فولو على انستغرام عشان بوست المسابقه بتاع ال 5000 سبسكرايبر وان شاء الله تكون واحد من الفايزين. طبعا بقى لو الحلقه عجبتك دوس لايك عشان توصل للناس الثانيه اكتر. طيب الاثنين تقريبا سعر واحد، يعني الاونر باند 6 ب 850 جنيه او 800 جنيه، والسامسونج جالاكسي في 2 برضه نفس السعر، مش سمارت ووتشز، والاثنين شبه او هما يعني تحت فئه الباند. ده بيكون شكل الاثنين في ايدك اهو، الاثنين بتعملهم ريز تو ويك اللي هو ان انت ترفع الساعه بتاعك عشان يقدر يشوفه. دي بشكل يعني يعني طويل، ممكن نقول اقرب للمستطيل شويه في ايدك، شكلها رياضي اكتر من ان هي ممكن تلبسها على لبس عادي. ودي شكلها شبه الهواوي ووتش فيت وشبه الابل ووتش، ولكن ارفع سنه من الاثنين، مش بنفس العرض يعني، ارفع سنه من الاثنين. الستراب بتاع دي غير الستراب بتاع دي. بص الستراب بتاع السامسونج تحسه ستراب رياضي، بس الستراب بتاع دي هو عريق كده من فوق، فهتحس انت ممكن تلبسه برضه عادي، يعني انت سواء رياضي او سواء ان انت ممكن تلبسه على تيشيرت مثلا زي ده عادي جدا، مفيش فيه اي مشاكل خالص. الاثنين الشاشات بتاعتهم اموليد، الاثنين البطاريات بتاعتهم تقريبا متقاربه، ولكن سرعه الشحن في الاونر باند 6 تكسب بكتير قوي السامسونج جالاكسي في 2. سرعه الشحن بتاعت الجالاكسي في 2 بطيئه جدا زي ما قلت في الريفيو بتاعها، تقريبا شحنت في ساعه ونص او في ساعتين. الاونر باند 6 دي شحنت معايا في تقريبا في نص ساعه وساعه الا ربع شحن كامل، فريحتني اكتر بصراحه. الاثنين ما تقدرش ان انت تتكلم منهم، دي حاجه ما قلتهاش في الريفيو بتاعهم، ما تقدرش ان انت تتكلم منهم ولا تطلب منهم، ولكن لما حد بيتصل بيك تقدر ان انت تريجكت الكول او ان انت تكنسل على اللي بيتصل بيك، والاثنين موجود فيهم الاوبشن ده. مفيش طبعا لو انت معاك ايفون زي ما قلت لك الحاجات بتاعت هواوي والاونر والحاجات دي مش هتليق مع الايفون لان مش بتشغل اغاني، عكس السامسونج دي بتبقى شغاله عادي جدا. انا بشوف ان الواتش فيس اللي هنا فيه اوبشنز اكتر، وكمان يعني في فرايتي اكتر من الواتش فيس اللي هنا، حاسس ان هنا عقيم شويه، يعني انت ممكن كمان تحط صورتك زي ما شفنا في الريفيو بتاع الاونر باند 6. كمان نفس الفيتشرز الموجوده هنا هي الفيتشرز الموجوده هنا، ما عدا الفيتشر بتاعه قياس نسبه الاكسجين في الدم، دي مش موجوده في السامسونج ولكن موجوده في الاونر باند 6. وعندنا في السامسونج موجود ان انت تفكرك بغسيل الايد وتعدلك ثواني معينه عشان تغسل فيها ايدك، مش موجوده في الاونر باند 6. طيب في كمان ايه عندنا؟ في كمان عندنا ان الاونر باند 6 تفكرك لما تقعد فتره طويله ما تتحركش تقول لك قوم اتحرك، دي مش موجوده في السامسونج فيت 2. الاثنين شغالين تحت المايه تمام، الاثنين عدد الخطوات فيهم كويس جدا واكل قوي، الاثنين نبضات القلب فيهم تمام، الاستريس فيهم تمام، تمرين على النفس قشطه. دي فيها فلاش لايت، دي ما فيهاش، انا عارف ان ممكن تكون حاجه مش قويه قوي ولكن بتنفع، صدقني بتنفع والله العظيم. فاحنا بنقول على كل الجوانب بتاعتها، دي بيجي عليها كل النوتيفيكيشنز، بتيجي النوتيفيكيشن كمان بالعربي عادي جدا، دي نفس الموضوع، فالاثنين مفيش فيهم فرق في الحته دي. بس اللهم بقى ان اللبس بتاع دي مختلف عن اللبس بتاع دي. انا شخصيا فضلت الاونر باند 6 ولبستها في مواقف كتير قوي غير السامسونج. السامسونج ريحتني بشكل ما في الحاجات التمارين الرياضيه وكده، ولكن حسيت ان الاونر باند 6 شكلها اشيك، بلبسها تقريبا على معظم الاطقم اللي انا بلبسها العاديه اليوميه. الاونر السامسونج جالاكسي فيت 2 انت ممكن تعمل كده معاها، يعني ممكن تلبسها على تي شيرت صيفي عادي جدا الحاجات دي، ولكن بما ان الهواوي او سوري الاونر باند 6 طبعا والهواوي ووتش فيت شبه الابل ووتش، فقابلين اكتر ان انت ممكن تلبسهم مثلا على قميص غير السامسونج جالاكسي فيت دي، مش ممكن انت تلبسها على قميص تبقى شكلها مش لطيف، يعني تلبسها على تي شيرت صيفي، تلبسها مثلا على تيشيرت رياضي، طبعا هي عشان رياضية فعادي، لكن دي انت ممكن تلبسها على تي شيرت بولو، تلبسها على قميص عادي جدا مفيش فيها اي مشاكل خالص. فهنيجي للترشيحات، انا فضلت الاونر باند 6. ليه فضلت الاونر باند 6؟ عشان بطاريتها احسن، بتشحن في وقت اسرع، فيها نسبه قياس الاكسجين اللي في الدم، ودي المهمه جدا بعد جائحه كورونا. شكلها الطف بكتير جدا من السامسونج جالاكسي فيت 2. فضلت بس الجالاكسي فيت 2 في حته ان هي بتشتغل مع الايفون عادي جدا، في حته ان انت تتحكم في الميديا بتاعك، دي هتبقى ريستريكتد، ولكن مش كل الناس طبعا معاها موبايلات ايفون، فانا ارشح اكتر للاونر باند 6 علشان دي للماجوريتي او للنسبه الاكبر من الناس اللي هم بيستخدموا الاندرويد. كمان هما تقريبا نفس السعر، والاونر احنا جربناها في الاونر باند 5 وكانت قويه جدا، من اقوى البندات اللي كانت موجوده في السوق، خاماتها لطيفه جدا، نفس الخامات تقريبا، فدي حاجه
برضو تخلينا نميل للاونر باند 6 لان هي فيها فيتشرز اكتر كمان من السامسونج جالاكسي فيت 2. ودي كانت كل حاجه في حلقه النهارده. يا ريت لو عجبك الفيديو دوس لايك وقول لي رايك في الكومنتات، عجبتك المقارنه ولا لا، عايز تشوف مقارنه تانية، عايز تشوف تسال على حاجه تانية، انا طبعا ارحب باي اسئله موجوده في الكومنتس، وابقى مبسوط قوي لو انت زي ما قلت لك عملت لايك للحلقه عشان تساعدني في نشر المحتوى. ولو انت مش مشترك تقدر تدوس اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس عشان تشوف كل جديد. ان شاء الله الحلقه اللي جايه هيكون معانا مراجعه عن سماعه، سماعه حلوه، سماعه مش جديده هي نازله بقى لها كتير، ولكن انا خدت فتره في تجربتها. كمان احتمال هعلن فيه عن المسابقه اللي هتكون موجوده بمناسبه ال 5000 سبسكرايبر، الله تكون واحد منهم باذن الله. وكالعاده في اخر كل حلقه اشكرك انك شفت الحلقه للاخر، شكرا ليك، السلام عليكم.